نروح إلى خبر آخر وموضوع آخر هنناقشه مع حضراتكم. ومن 5 سنين تقريبا، زي الفترة اللي احنا فيها دي أو زي اليوم اللي احنا فيه النهاردة، الدولة خدت قرار هام بتحرير سعر الصرف. بدأت كمان معاه برنامج إصلاح اقتصادي، وقدر البرنامج أنه يحقق قدر كبير من التنمية والمرونة واستعادة الاستقرار للجنيه المصري، العملة المصرية تماسكت كمان رغم الأزمات الأخيرة خصوصا فترة كورونا. كمان ساعدت الإصلاحات في زيادة النقد الأجنبي وتحسين مناخ الاستثمار، وده زي ما تابعنا مع حضراتكم كان بشهادة معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الفل على حضراتكم وعلى كل المصريين في كل مكان. صباح النور. من 5 سنين دكتور أحمد، حضرتك سامعني؟ نعم سامع حضرتك. من 5 سنين كان سعر الدولار في مصر أو الدولار بسبعة جنيه، 7.5 جنيه في الحدود دي. النهاردة الدولار ثابت بقاله فترة طويلة بسعر صرفه ما بين 15.60 جنيه ل 15.70 جنيه، وفي حالة ثبات واستقرار. إزاي نقدر نشرح بشكل مبسط إن الدولار بقى سعره ثابت النهاردة بالرغم انه من كام 5 سنين اقل النص تقريبا، وان ده نجاح في العمليه الاقتصاديه؟ نعم، ده افتكر ده سؤال مهم جدا. في احداث كبرى في تاريخ كل امه حضرتك الناس تتوقف عنها، فكره التحرير اللي احنا عملناه، تحرير سعر قيمه الجنيه اللي في نوفمبر 2016، ده كان خطوه مهمه جدا جدا. وهنوضح للساده المشاهدين ليه ده كان اجراء ضروري وليه ساعدنا ان احنا دلوقتي ناخد خطوات ثابته نحو التقدم. اول حاجه حضرتك تخيل كده ان انت كدوله عاوز تجيب استثمارات وعاوز تستثمر في البلد عندك، بس بمنتهى البساطه الناس مش لاقيه العمله. انت عشان مثلا تصدر لازم تستورد بعض المكونات، مفيش دولارات موجوده بغض النظر هي رخيصه ولا غاليه، مفيش اصلا. الحاجه الثانيه، التوقعات بتاع الناس طول الوقت بتقول لا البلد ديت مش ثابت، مش مستقر. فكان انت محتاج خطوه علشان تطمن المستثمرين، اول حاجه ان العمله دي مش انا اللي بحدد قيمتها زي زمان، لا ده السوق اللي بيحدد، وطالما السوق اللي بيحدد فدايما العمله هتبقى متوافره. وده كان هدف الخطوه اللي احنا خدناها الماضيه، ان احنا بمنتهى البساطه اقتصادنا ما كانش قادر يتنفس، ما عندوش رئه، ما هو النقد الاجنبي دي رئه الاقتصاد بيتنفس من خلالها. فانت قلت انا عاوز اديله متنفس، عملت ايه؟ قلت والله يا جماعه خدوا بالكم، السوق دلوقتي اللي هيحدد سعر قيمه العمله بتاعتي، غالي او رخيص مش دي المشكله عندي، المشكله الاهم عندي ان العمله تكون متواجده، ده رقم واحد والحمد لله ده حاصل دلوقتي. رقم اثنين، ان التوقعات بتاع العمله دي عشان ما يحصلش مضاربه عليها مستقبلا تبقى مستقره. يعني حضرتك قلت ثابته، لا انا احب كلمه مستقره. البنك المركزي دلوقتي مش بيحدد قيمة العملة، اللي بيحدد قيمة العملة هو الطلب عليها في مقابل العرض. الحمد لله رب العالمين، مصر كانت دولة من ضمن دول قليلة للغاية في العالم كله اللي بعد أزمة كوفيد، بعد ما كتير من الاستثمارات طلعت، احنا قيمة عملتنا ما تأثرتش. ليه؟ لأن الناس كانت واثقة إن احنا هنقدر نسدد التزاماتنا، فما كانش خوف عندنا في مقابل دول كتير. حضرتك شوف، مش عاوز أقول أسماء، بس مثلا شوف دول تبيها زي تركيا وغيرها، لا تأثروا بشدة بعد أزمة كوفيد. نتيجة إيه ده؟ نتيجة إن هم الناس شايفين إن إحنا عملنا إصلاحات وملتزمين بهذه الإصلاحات. دكتور أحمد، طبعا بعد التحية، دايما بنسمع مصطلح الاقتصاد المرن، ويمكن كمان بنسمع فكرة أنه الاقتصاد المرن هو، أو كل ما كان الاقتصاد مرن كل ما كان قادر على تحمل الصدمات الاقتصادية اللي بتحصل في العالم. عايز أسأل حضرتك، يعني إيه اقتصاد مرن وما مدى مرونة الاقتصاد المصري؟ كويس أوي السؤال ده، أشكر حضرتك عليه وتحياتي لحضرتك. الاقتصاد المرن، أنت كان عندك مشكلة كبيرة جدا في مصر قبل مجيء الرئيس سيسي، كانت حاجة هبسطها للسادة المشاهدين برضو، حيث تخيلي ان في اوركسترا معينه. الاقتصاد كده، في واحد بيعزف على اله بس هو مش متناسق مع بقيه الالات، فالصوت النهائي او المجمل المعزوفه الحاجه الصناعيه في النهايه نشاذه. صحيح. الاقتصاد يدار بمجموعه من السياسات،
سياسه نقديه اللي هي لها علاقه باداره الفلوس والتضخم وسعر الصرف، وسياسه ماليه اللي هي لها علاقه بالدين العام والانفاق العام وحاجات كده، وسياسه تجاريه اللي هي علاقه بالاستيراد والتصدير والتعريفات الجمركيه وما الى ذلك. انت كان عندك في المنظومه دي خلل كبير جدا قبل قدوم الرئيس السيسي الى سلطه الحكم، هتلاقي ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه، فالاثر النهائي حضرتك ما تشوفوش. لكن لما مصر قررت في نوفمبر 2016 ان هي تاخد القرار مهم زي ده، احنا ما خدناش القرار ده وقعدنا في البيت، لا ده احنا عملنا سياسات تجاريه على طول، طلعنا قلنا احنا دلوقتي عاوزين نصدر اكثر. ليه نصدر اكثر؟ عشان لما يكون عندك طلب على الصادرات بتاعتك هيبقى في طلب على العمله المحليه بتاعتك فتحافظي عليها في السوق. عندك سياسات ماليه توسعيه برضو، انا هدعم الشركات وهعمل وهعمل علشان الناس دي تقدر تصدر. فانت المنظومه كلها كانت شغاله كويس وشغاله، هحاول اجيبها بالعربي، هارموني، في اتساق وتناغم، تناسق وتناغم. هي دي. ده لذلك برضو المؤسسات الدوليه ديت لما تيجي تقول مصر والله بتاخد خطوات ثابته، الناس ديت ما تقدرش تقول اي كلام، لان المستثمرين شايفين ده. انت اللي بيحكم على جوده ده في النهايه هل انت بيجيلك فلوس ولا لا؟ طبعا جالك، وجالك كويس، تدفقات هايله الناس بتحسدك عليها. يعني مصر في 2021 كانت الجهه رقم واحد في افريقيا ككل من ناحيه الاستثمارات، الاستثمارات الفعليه. كمان المستثمرين بيثقوا في الطروحات بتاعت السندات بتاعتنا، السندات الدوليه دي كلها اشارات. اعتقد كمان يا فندم فكره تنوع مصادر الدخل. نعم، دي الجهه اللي حضرتك عليها حالا من ناحيه المستقبل. طيب دلوقتي ازمه كوفيد ان شاء الله في طورها الى الانتهاء عالميا وفي مصر، طب ايه اللي هيحصل؟ المؤسسات الدوليه سواء مؤسسات التصنيف الائتماني زي فيتش زي مودز زي ستاندرد اند بولز او المؤسسات الماليه الدوليه زي البنك الدولي والصندوق الدولي كلهم بيقولوا حاجه لطيفه جدا. لما تساليهم كده عن التوقعات متوسطه المدى لسعر الصرف في مصر بيقول لك حاجه كويسه قوي، بيقول لك احنا نتوقع ان سعر الصرف هيشهد حاله من الاستقرار، ودي حاجه كويسه جدا في الاقتصاد. طب ايه سر توقعكم ده يا جماعه؟ وايه سر اتفاقكم جميعا على هذا التوقع؟ يقول لك بمنتهى البساطه السياسات الاقتصاديه منضبطه، احنا مش متوقعين ان يحصل اختلاف شديد، وده مهم جدا بالنسبه للمستثمرين. الحاجه الثانيه ان مصر برضه بتعتمد بشكل ما على السياحه، على ايرادات السياحه والتصدير، ودول الحمد لله ابتدوا يتعافوا بشكل جيد. فبالعكس دول هيضيفوا ليكي استقرار وحصيله ايرادات من النقد الاجنبي. الشيء الاخير مثلا حدث قبل اسبوع ولا حاجه، لما تيجي بلد مهمه زي السعوديه دوله شقيقه لمصر تضع بعض برضو الودائع في البنك المركزي، ده يدل برضو على ثقه السعوديه في اداره السياسه النقديه لمساله سعر الصرف. ففي اشارات كتير جدا بتقول لك بمنتهى البساطه الناس اللي بتعمله ديت، الناس ديت هي فاهمه بتعمل ايه، البلد ديت ماشيه على الطريق المظبوط. تمام. دكتور احمد رجب استاذ الاقتصاد المساعد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.